يقول: ماذا يفعل من يعاني من سوء الظن بالناس؟ أعوذ بالله، هذه أعظم خصلة فيها ذنب. إياك أخي، إياك إياك. النبي قال: الظن أكذب الحديث، إياك ثم إياك. ماذا قال الله جل وعلا؟ اجتنبوا كثيرا إن بعض الظن إثم. إياك ثم إياك أخي. سلامة الصدر ونقاء القلب هي بوابة العلم وبوابة التقى وبوابة رضوان الله جل وعلا، بل وبوابة النجاة من أول وهلة. لأن الرجل كان يبيت لا صلاة ولا قيام ولا صيام ولا 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 ولا، لكنه قال: أبيت ولا أجد في نفسي أحمل في قلبي لأحد إيش من شيء. قال: ما حسبت شيئا أحدا على نعمة أنعم الله عليه، وما حملت في صدري لأحد من شيء. نقاء القلب هو أعظم الاستفاء، لأن الله حتى لما اصطفى النبي اصطفاه على أي أساس؟ نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم.